أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، تحياتي من المنبر خوتي الاعزاز، شكرا على اللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم، خوتي الاعزاز عاونونا بالاشتراكات واللايكات والبارتاج، شكرا شكرا. خوتي الاعزاز غادي نهضروا على الكاس ديال علي وصال، يعني شي وصل يعني لواحد الشيء اللي ما كيتصورش، يعني ما هزال واحد الانسان يعني كيدير صراعات مع الجده ديالو ولا مع الام ديال الزوج ديال، يعني كنهضروا على حمو ميريكان، حشومه وعار. يعني انت باش تقول للمشاهد يعني انا يعني مصداقيه، ما كتشوف واحد الصراعات بين يعني الجده والجد والحافد، يعني هنا شي تقول مصداقيه، هادشي هذا ماشي مصداق. خوتي الاعزاز دائما كنهضروا على علي وصال، على هاد المشاكل العائليه اللي كنا نقولوا ما خصوش الانسان يوصل ليها. علاش يعني دائما كنهضروا على علي وصال، على المشاكل ديال العائليه، عندك مصداقيه وهذه كيفاش واحد يعني الزوج كي يدعي يعني الجده ديالو والجد ديالو مصداقيه. اخوتي العزيز حنا كمجتمع عربي مسلم يعني عندنا عيب وعار، انسان يعني كيأذي الجدة ديالو ولا يعني العيب كيرجع للميريكان. خوتي الاعزاز على هاد المصداقية، وهادي راه الجمهور يعني والمتابع راه واعي بالمشاكل اللي كاينة. خوتي الاعزاز نهضركم عندنا كفنانة، حنا ماشي منتقدين، حنا كفنانة في اوروبا وكنديروا هاد اللوحات هادو زوينين، ونهضركم على هاد اللوحة وقع عليها طلب، وبغيت أي حاجة اللي كنجح فيها في حياتي كنشاركها مع الإخوان ديالنا، مع الناس اللي كيتبعونا. خوتي الأعزاز دائما كانت هاد اللوحة وقع عليها طلب ودابا كنعاودها، فهمتي؟ بزاف الناس هنا في المغرب وخارج المغرب وفي بريطانيا وفي أوروبا يعني طلبوا لي هاد اللوحة، يعني بغاو يشروها مني، وبغيت نشاركها معاكم. خوتي الأعزاز هاد اللوحة واحد البحر في إسبانيا في كاتالونيا، يعني رسمتو ديك الأول في الرغية. يعني هاد اللوحة دابا كان عندي أنا في فيسبوك في اليوتيوب وهادي، وكنكتشف يعني بزاف د الناس عجباتهم وكيطلبوا يعني اللوحة باش يشوفها مني، هادشي كنشاركها مع الإخوان ديالي. يعني هاد البحر وهادشي زوين، حنا كفنانة. خوتي الأعزاز غنهضرو على الصحراء المغربية، كنهنيو الملك ديالنا محمد السادس والملوك ديالنا، يعني عندهم واحد الشخصية كبيرة وتاريخ، يعني العالم يعني راه عارف هذا الاعتراف ديال إسرائيل ما جاش من فراغ. خوتي الأعزاز وهاد الناس الجيران ديالنا اللي دابا يعني لا والتويت ديال الدرام، يعني راه غير تويت وكيضحكوا عليكم، هو خرج زعما بايدن كيأكد باللي يعني اعتراف الصحراء يعني موثوق ودائم. يعني وهاد الناس يعني فاش قلنا هاد اسرائيل، خاصك تعرفوا شني اليهود المغاربه اللي كانوا في المغرب، هادشي هذا خوتي الاعزاز ما كان هاد اليهود المغاربه ما جاوش يعني باش يعاونونا على شي طماع عندنا بترول عندنا، هاد يهود المغاربة كيشوفوا الشكل الملوك المغاربة والشعب المغاربي اللي تعايش مع هاد اليهود المغاربة، كنهضرو عليهم دابا اللي كاين في أمريكان كاين في إسرائيل، يعني كيرجعوا الجميل للملوك ديال المغرب. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كيتعامل مع اليهودي اللي كان الجار ديالو ونهار اللي جاي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق، يعني كنبقى معاملة، يعني دابا الاعتراف بإسرائيل يعني من داخل إسرائيل، يعني هادوك اليهود المغاربة اللي عاشوا في المغرب واحتضنت من المغرب واحد احترام وعاشوا مع الشعب المغربي، الشعب المغربي ماشي كيعيش غير مع اليهود، يعني مع العالم، عندك أي واحد من أوروبا من فرنسا واخا تشي الخلافة أوروبا وكتجبر واحد كنتلقاوه في أوروبا كيقول لك المغرب يعني الناس طيبين، الناس ديال اش كيتسمى، كنجاوبوا على الجيران ديالنا اللي كيفكروا باللي لا حنا يعني جبنا التطبيل، لا هادشي هذا شحال الناس ما عارفينهاش. يعني العلاقة بين اليهود المغاربة والمغرب والشعب المغربي والملوك المغاربة من العهد محمد الخامس إلى الحسن الثاني كانت معاملة يعني إنسانية أخلاقية مع اليهود المغاربة. دابا اليهود المغاربة باغي يرجعوا الجميل للمغرب والملوك ديال المغرب احتراما
للشعب المغربي وللملوك المغاربه اللي يعني التعايش اللي تعايش معنا. الناس مشاو ولكن مني يعني بقاو كيشوفوا الخير. خوتي العزاز نهضروا على الجيران ديالنا اللي وقفنا معاهم وتعاوننا معاهم وجبنا لهم الاستقلال يعني بمحمد الخامس رحمه الله اللي تعاون مع هاد الجيران ديالنا الله يهديهم. دابا كيقول لك يعني شوف اليهود يعني المغاربه اللي عاشوا في المغرب وعاشوا مع الملوك كاملين بيوم من محمد الخامس الى يعني كانت معامله انسانيه، ولكن ملي يشوف كيشوفوا الخير وباغيين يردوا الجميل للمغرب. يقول لك المغرب احنا بلدنا الثاني، علاش؟ هما كانوا هنايا والمعامله اللي كانت مع الشعب المغربي العظيم. الشعب المغربي يعني راك عارف واحد الانسان، الناس ديال المغرب عليهم الكرم، راه يجوا الناس من السعوديه، يجوا من مصر، من تونس، يجوا من اوروبا. يقول لك الشعب المغربي طيب وخا بسيط، راجل بسيط، دار بسيطه، يكرموك. هذه هي الشعب المغربي والملوك ديال المغاربه نصره الله. يعني دابا علاش محمد السادس يعني ساهر على البلاد وعلى الشعب ديالو؟ حنا انا درت دوره في المغرب، دوره في المغرب، اقسم لك يمين الا كنشوف المعامله. نهار اللي كيعرفوك انت من الجاليه يعني في اوروبا، راه محمد السادس عامل واحد التوصيه خاصه بالمهاجر المغربي في اوروبا. يعني حنا في حاسو كسفراء اوروبا، يعني بلادك هي بلاد الام ديالك. شكون هي المغرب؟ هي الام ديالك، في خلقتي ودابا في العالم كيقول لك في خلقتي، هذيك هي بلادك، ولا في عشتي هذيك، ولا فين الاجداد ديالك، هذيك هي بلادك. واخا يكون خلافات وهذه، ولكن تبقى البلاد ديالك. ولكن مني ما نكذبوش على راسنا، دير دوره في المغرب خوتي العزاز، من طنجه للقويره دير دوره. ولا تشوفوا الفيديو راه درته في مراكش، درته في الوالديه، درته يعني بزاف دبي. يعني مشيت مهنا خوتي العزاز، المغرب ولا يعني الجمال، اصلاح اللي دار محمد السادس نصره الله، واحد اصلاح، واحد احترام، وحتى الدارك الملكي ولا البوليس ديال المغرب ولا في الدين، يعني غير شوفوك يعني واحد الانسان، يعني انت من الجاليه كي عندهم واحد احترام خاص. وهادشي هذا كنشكروا جلاله الملك محمد السادس اللي ملي كان الحسن الثاني رحمه الله تا هو دائما كان الناس ديال الجاليه عنده في المقدمه. علاش؟ احترام للجاليه. كتجي كدوز ديك شهر في بلادك وهادي، مكاينش اللي آدي من الهضره وهاد الناس يعني اللي كيديروا هاد الفتنه بين الشعوب. يعني الشعب الجزائري يعني طيب، تونسي طيب، مصري يعني كيحمقوا على المغاربه. المغاربه عندهم تاريخ، تاريخ في العالم خوتي العزيز. راك شفتي التاريخ ديال المغاربه، عروا اوروبا، عروا يعني المغاربه راهم معروفين بالذكاء ديالها في الملاكمه ولا في الكره ولا في الذكاء ولا شاف الاخلاق خوتي العزاز. علاش اليهود المغاربه يعني كيعملوا الشكر للمغرب والمغاربه؟ مغربي كاع قلبه بيض وقلبه كبير خوتي العزاز. حتى الناس ديال الجزائر حتى هما ناس طيبين، حتى هما كيعترفوا بهذا الجميل اللي حنا كنعرفوا، ناس طيبين من الجزائر. الناس خوتي العزاز كتبقى هاد الخلافات ديال يعني هذا الشيء ديال بيننا وبين اشقاء. يعني غادي نشكروا الملوك ديالنا، يعني عندهم عقل من ذهب، وداك الشيء اللي كيديروا زوين بزاف، كيحترموا الجيران ديالهم، كيحترموا يعني كيبغيو. انا يعني شفت انا بزاف د المرات خرجوا الجزائريين في فرنسا الوقت ديال التذكره اللي كان غاليه من بعد كورونا، يعني كيقولوا عايش الملك. علاش؟ الملك د المغرب دا واحد الشخصيه دا يعني الاحترام للناس والمحبه للناس والمحبه اللي يعني شحال واحد يقول لك اه انتم طبعتم. لا خوتي العزيز، دابا اسرائيل ولا هاد اليهود المغاربه باغيين يرجعوا الجميل للمغاربه والملوك المغاربه. علاش؟ داكشي اللي احترموهم وعايشوا معاهم وعملوا معاهم واحد الشيء هما كيعترفوا بها خوتي العزاز. ومش غير اليهود، يعني بزاف الاوروبيين كنعرفهم انا كيهضروا خوتي العزاز. ما تنساوناش باللايك والاشتراكات، احنا كشاركنا معكم هاد اللوحه. هاد اللوحه وقع واحد ستوريا وعاودت انايا يعني وقع الطلب خوتي العزاز، ما نطولش عليكم. شكرا شكرا، تحياتي من هذا المنبر. عايش المغرب، والمغرب يعني عنده واحد الشخصيه قويه هو جلاله الملك، والمغاربه يعني اللي كيتسمى وراء جلاله الملك. خوتي العزاز ما نطولش عليكم، شكرا شكرا، لايك ديالكم واشتراككم، ومع السلامه.